أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز التطيب بالأطياب التي فيها مادة كحولية، وما حكم بيعها؟ إذا ثبت في مادة كحولية فهو مسكر، ولا يجوز بيعه ولا يجوز تطيب به، لأنه نجس ولأنه مسكر فلا يجوز. أما مجرد الشائعات ولم يثبت فالأصل الحل، الأصل الحل والحمد لله. نعم.